بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد ومجموعة جديدة من أسئلتكم التي جمعها فريق العمل. اليوم من الأسئلة الكثيرة صراحة ومن عدة يعني متابعين كانت حول الكولاجين. من أبرز هذه الأسئلة يعني أقرأ لديكم: ما هي فوائد مكمل الكولاجين للمفاصل وألامها؟ ما هي الطريقة الأفضل للاستخدام؟ أعاني من مشاكل البشرة ولا يوجد صفاء ونقاء في الوجه، هل الكولاجين مفيد؟ أعاني من وجود تجاعيد، فهل مكمل الكولاجين ينفع؟ أسئلة كثيرة صراحة. دكتور مازن، تتواجد مكملات الكولاجين على شكل حبوب ومسحوق وشراب، فما هو الأفضل؟ ما هل يوجد حبوب كولاجين نباتي؟ وما هو وهل هو فعال؟ هل يمكن استخدام مكمل الكولاجين لكمال الأجسام؟ ما هي فوائد الكولاجين للرجال؟ هل حبوب الكولاجين تسمن؟ ما مصادر الكولاجين الطبيعي ضمن النظام الغذائي؟ يعني أسئلة عديدة، سنحاول إن شاء الله الإجابة على هذه الأسئلة كلها. الكولاجين من المواد الطبيعية الربانية الموجودة في جسم الإنسان منذ أن يخلق، تمام؟ والكولاجين ضمن خمس مواد رئيسية مهمة للمفاصل على وجه التحديد، أو ضمن تركيبة المسافة أو الفراغ الموجود ما بين المفاصل، وهذا مكون من جلوكوزامين وكوندروتين وكولاجين وهايلوريك أسيد والماء. الكولاجين مسؤول على إعطاء الليونة وإعطاء النعومة، وبالتالي هو من المواد المهمة للبشرة أيضا، والبشرة عديمة الكولاجين هي البشرة الجافة، هي البشرة التي بها تجاعيد، البشرة الفقيرة في الماء. وهذه نقطة كثير مهمة، لأن الكولاجين يحتاج إلى ماء، فهذه نقطة كبداية. الآن ننتقل للمصادر. المصادر إما تكون بحرية وإما أن تكون حيوانية. المصادر البحرية هي الأساس، نشاهد ونعرف وأن الدلفين والحوت وهذه الأسماك الكبيرة، الحيتان الثقيلة أطنان وزنها، تتحرك بسهولة و ليونة عجيبة غريبة، سبحان الله، صح؟ طب ليش؟ لأنها غنية في مين؟ في الكولاجين، بها كميات كولاجين ما شاء الله. وأول ما عرف الكولاجين أو جمع الكولاجين كان من المصدر البحري، تمام؟ وبعد ذلك عرف المصدر البقري على وجه التحديد، وأيضا كذلك نفس الشيء، نشاهد الأبقار بأوزانها ما شاء الله 600 و700 و800 كيلو جرام، تمام؟ ولكنها تتحرك وتجري ما شاء الله. إذا يعني إذا هرب البقرة أو العجل لا يستطيع أحد اللحاق به. والإنسان البسيط يعني إذا وصل من العمر يعني 40 سنة لا يستطيع أن يجري، صح ولا لا؟ إذن هذه المصادر البحرية والحيوانية استخرج منها
الكولاجين وصنع على هيئة كما تفضل يعني السائلين هنا بأشكال صيدلينية مختلفة، منها الحبوب ومنها البودرة ومنها السائل. اختياري للشكل الصيدلاني هو محكوم بالحالة ومدى حاجتي للكولاجين. للأسف لا يوجد تحليل يقول لي أن الكولاجين كم عندي، هل هو ناقص أم زائد، ولكن بالعين المجردة قد نشاهد التجاعيد بالسؤال الذي يعاني، نسأل عن طبيعة الحركة وهل يستطيع أن يتحرك أم لا، متى يتعب متى لا يتعب. هناك من يقول أنا بمشي شوي وبتعب، في واحد تاني بيتعب إذا حتى لو ما بيمشي، واحد لا يستطيع المشي. إذن كل إجابة من هذول تدل على مستوى الكولاجين عند هذا الشخص، تمام. وطبعا كلما قلت الحركة وقلت القدرة على الحركة كلما قلت نسبة الكولاجين عند هذا الشخص، وبالتالي نحتاج إلى جرعات كبيرة من مين؟ من الكولاجين. كلما زادت التجاعيد كما ذكرت السائلة، صفاء البشرة، نقول نحن نضارة البشرة، نضارة البشرة تحتاج إلى كولاجين، والكولاجين يحتاج إلى ماء كما ذكرت قبل قليل، واحد من التركيبات الخمسة كان الماء. وبالتالي دوما نسأل كم من الماء تشربين، كم من الماء تشرب في هذا الموضوع، إذا مهم جدا. حين نتكلم على السائل، مشكلة بشرة، مشاكل خفيفة، بداية تجاعيد، بداية عدم نضارة، بيمشي الحال. كذلك المسحوق ممكن نذوبه في ماء ونشربه للمحافظة للوقاية، كذلك السائل للوقاية بيكون جيد. لكن لا أستطيع على سبيل المثال معالجة الموضوع المفاصل وقلة التعب وعدم القدرة في الحركة وأقول له والله خذ البودرة أو خذ السائل. هنا نحتاج إلى الحبوب. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى 6000 ميلي جرام في اليوم، وهذه الكمية حتى أحكمها يجب أن تكون على هيئة حبوب أضمن. واليوم الصناعات الدوائية صنعت لنا هذه الحبوب وتكتب لنا بشكل واضح وصريح أن في 6000 ميلي جرام هذولا موجودين في 6 حبات من الكولاجين. وبالتالي بأخذ أنا حبتين 3 مرات في اليوم، 2 4 6، فأنا جمعت 6000 ميلي جرام. هذا الكلام مشروط أي يجب أن يكون هناك فيتامين سي، لأن الكولاجين يحتاج إلى فيتامين سي للتفاعل، وإحنا دوما نتكلم على متطلبات الشيء، تمام. والفيتامين سي متطلب للكولاجين، متطلب للآيرون، للحديد، تمام، حتى يتم التفاعل. كذلك الأمر إذا فاكرين كنا لما نتكلم عن الفيتامين د نقول خذوا معه أوميجا أو خذوا معه فيتامين كي 2، نفس القصة. الكولاجين يحتاج إلى مين؟ يحتاج إلى فيتامين سي. فأغلب أيضا الصناعات الدوائية اليوم دمجت الفيتامين سي مع الكولاجين في نفس مين الحبة، وبالتالي حين أتناول هذه 6 حبات أكون أخذت الجرعة الكاملة إن شاء الله. ومدة الاستخدام تكون من 1 إلى 3 أشهر، طبعا مع متابعة الحالة ومتابعة نشاطها، حركتها، ما الفرق بين الأمس واليوم وهكذا. وكلما بدأ التحسن في المشي والحركة وبدون آلام، نعرف أن هناك تم تزويد الجسم بكميات الكولاجين المناسب. إذن الكولاجين مرحب به، ضروري نعتني به، ضروري أن نطبق عليه مبدأ الوقاية خير من قنطار علاج،
قليل دائم أحسن من كثير منقطع، نحرص على تناول هذا الكولاجين. أما الوصفات المنزلية أو منزليا ما هي مصادر الكولاجين كما تفضلوا السائلين، طبعا لدينا شوربة العظم، شوربة العظم ممتازة جدا، شوربة السمك ممتازة جدا، هذه مصادر رئيسية ومصادر يعني محترمة جدا من الكولاجين. وكما ذكرت سابقا أن شوربة العظم ندخلها في حياتنا، ليس من الشرط يعني نشربها شرب، فنعمل الطبخة منها، نعمل الأرز منها، نعمل أي شيء يعني يحتاج إلى وسط سائل بدل الماء، نستخدم شوربة العظم مع مراعاة أن حين تكون وجبتنا دواجن نستخدم شوربة عظم الدواجن، وحين تكون وجبتنا لحوم حمراء نستخدم العظم من البقر أو من الخراف، أي لا نخلط الأمور، لا يجوز خلط اللحوم الحمراء مع اللحوم البيضاء، لا يجوز خلط مصادر الكولاجين من اللحوم الحمراء مع مصادر الكولاجين من اللحوم البيضاء. هذه نقطة كثير مهمة ويجب أن نراعيها حتى لا نشعر بتلبكات أو مشاكل أو تأخر في العلاج. ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.